اجت ساعة مماتي طويت صفحة حياتي خلاص عمري وبدأت أول محطة الحبايب كلها يمي تصد روحي على جسمي وشوفين بالجفن جسمي تغطى أهلي الغسلوني بالهم شيعوني قعدة ولقنوني خلصت خديم تبعاشو عمر انتهى ويامي مت ونميت بين قبور قلت وقضيت أحلامي وبقبري على المنحور شفت العجب قدامي حانت ليالي لحسين للدنيا رجعوني بالموكي بوق أفلام وعلى البجي تعينوني وتحيا عشرة أيام أخدم ونوحي مامي شنيت بالدنيا أقرى زيارة ونصها ذكرى ورودي حسين ريته يعتنيني وبإذن الله إجاني يقل لي هذا آني أجيل الشان بالدنيا يجيني كل من صفني تاب سديته ما حلول قضيته يمنى وعالي صيته قد ما زريت عاشورا وبقد حجم بكائك ما يقل لك الخالق لا يتقبله دعائك وهنا ندفع عرزا عنك نظل الحامي حانت ليالي لحسين للدنيا رجعوني بالموكي بوق أفلام وعلى البجي تعينوني وتحيا عشرة أيام أخدم ونوحي مامي على محبوب الزكية شعائر برزخية الفروق لارواح تقديم موش الاجسام المواكب هي هي تضج صبح ومسية على تنوح الزهرة مو بس عشرة ايام يا زهرتي الحال ليل شبت خضر ليل جسمت سلا ليل خدورت الهال وانا اهتفيت يا هالناس خادم أظل حسيني وخادم أظل العباس خدمتهم تنجيني بالأولى ظل رافع راس وضمنت بيها اختامي حانت ليالي لحسين للدنيا رجعوني بالموكي بوق أفلام وعلى البجي تعينوني وتحيا على عشرة أيام أخدم ونوحي مامي حانت ليالي لحسين للدنيا رجعوني بالموكب والأفلام وعلى البجي تعينوني
عشرة أيام أخدم ونور.